لا تعلق آمالك بالخلق، فالشكوى إليهم مذلة، بل اجعل توكلك على الله وحاجتك إلى مولاك ناجه بصدق، فهو لا يخيب من ناداه ولا يرد من دعاه. فهذا موسى عليه السلام اتبعه فرعون وجنوده، فقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، فأجاب موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فاستجاب الله دعاء عبده الكليم وشق له البحر العميق حتى صار كل فرق كالطود العظيم. نوح عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله فكذبوه واستهزأوا به، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأغرق الله البشرية كلها وأنجى عبده ومعه طائفة آمنت بربها في الفلك المشحون. يونس عليه السلام ابتلعه الحوت وأطبقت عليه الظلمات، فنادى ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله لعبده ونجاه من غمه، وكذلك ننجي المؤمنين. أيوب عليه السلام مسه الضر وأنهكه المرض، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله لعبده الصبور وكشف ما به من أذى وهموم. زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فجاءته الملائكة تزف له البشرى، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يوسف عليه السلام نادى ربه في غيابات الفتنة قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فصرف الله عنه الفحشاء والسوء وأحسن له عاقبة الأمور. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد طارده الكفار وحاصروه في الغار، تسلل الحزن إلى صاحبه البار، فطمأنه بقوله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كان هذا الحوار الصادق بين صديقين أكبر من أن يحبس في مغارة صغيرة، صار هذا الحوار قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، لا تحزن إن الله معنا.